هذا اللقاء اللي تنعقده اليوم بالمعهد الموسيقي لعرس الحام بندكالا هو يندرج ضمن اللقاءات والمحاضرات التي دأبت الجمعية على تنظيمها بشراكة مع المعهد. وتعرفون على أن الجمعية من بين مهامها وأهدافها هو نشر ثقافة الملحون وفن الملحون وأدب الملحون. وهذه الأمسية سنقوم بإلقاء محاضرة حول موضوع يعتبر من أهمية بمكان في موضوع الملحون وهو لغة الملحون، وبالتالي سنحاول أن نقرب يعني الناس الحاضرين من لغة الملحون وعلاقتها بالحضارة المغربية وعلاقتها باللغة العربية وعلاقتها باللغة الدارجة والمكانة التي حظيت بها هذه اللغة وما اختزلت وما خزنته من مصطلحات ومن معاجم يمكن من خلالها الرجوع إلى يعني الإرث الثقافي اللغوي للملحون وللمغرب بصفة عامة. حقيقة ما نهدف له من خلال هذه المحاضرة وباقي المحاضرات هو تقريب يعني الناس بشكل عام والمتخصصين بشكل خاص من الملحون، من ثقافة الملحون، وتقريب كذلك من هذا التراث الذي يعتبر كما يقال دائما أنه ذاكرة المغاربة، وبالتالي فالرجوع إليه فهو الرجوع إلى الأصل في ثقافتنا وفي حضارتنا.